فينا مهند شكون معاه وي شكون معاه وي بركة فوالا زياد الدار بتصطاد اللاعب رقم واحد زكريا مبروك اللاعب رقم جوج إلياس قربان حساب المعلم بالنسبة لفريق الرباط سعيد متوكل رقم واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم أنس رحمة الله ممثلي جهاد الدار البيضاء ستات وممثلي ثانوية التأهيلية بنو الياسمين اليوم احنا فرحانين بهذا اللقب ديال بطولة الريكبي السباعي وكنبغيو نهديو هذا اللقب للأستاذ ديالنا عبد الله الخويلي صراحة العام كله هو مقاتل معنا وهذا الإنجاز راه ماشي محط الصدفة راه 3 سنين هذه وحنا كنترينيو عليها راه العام الاول جينا فيناليست والعام الثاني الحمد لله ديناها وهذا العام الثالث حافظنا على اللقب في المدينه ديالنا وكنبغي نشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم وهذا ما كانش بارك الله عليك كلمه لا اول حاجه معكم محمد ونزال ملقب بصوصو هذا الكاس كنا ديال زاد خويلي مدرسه ديال بني سمين كاع التلاميذ كاع الاصدقاء ديالي اللي لعبوا مزيان تقاتلوا معنا كابيتان ديالنا انس اللي دائما كيوظف التلاميذ كيوظف الدراري اللعابه باش يلعبوا مزيان لقيت لي الروح ديال الدريات تاعهم اللي كانوا ساعدونا باش يشجعونا لقيت لي ديال الاباء الامهات كلشي كان زوين الحمد لله التسير هو كان زوين طبعا الكاس كاينه في كازا خاصنا نخليوها في كازا يمكنش تمشي شي بلاصه اخرى والعام الثاني توالي الاداره كذلك اكاديمي ديال كازا ديال بني سمين كنشكرهم كاملين من اعماق القلب ديال وشكرا عاشت من الشعور ديالك حنا فرحانين بزاف بالتالق ماشي جاب ساهل تعبنا عليه عامين هادو حنايا كنوجدوا باش نكونوا المرتبه الاولى والحمد لله وفقنا الله وحنا بدا بالمرتبه الاولى ونخلي كلمه الزميل ديالي الصديقه ديالي تحصلت على المرتبه الاولى في سنه البكالوريا 2024 هاني ان فيليستاسيون ميرسي نو سوم تري هورو بار سيت فيكتوار اللي خدمنا عليها بزاف واستحقناها بزاف على وهذا الشيء بارابور الاستاذ ديالنا اللي خدم معنا مزيان ونقول مبروك علينا وصافي شكرا رائعين هاو دعوت وحدهم يلا وحدهم لي هولي 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 برافو كرات مستحقه برافو ما شاء الله عليكم هنيئا هنيئا للبطلات